بالموت ووهب الحياة للذين في القبور سالستين ذكر ثلاثة حاملات الطيب سعينا باكرا جدا إلى قبرك نائحات، غير أن الملك وقف بهن وقال: زمان النوح قد انقضى فلا تبكينا، بل بشرنا الرسول بالقيامة. مبارك أنت يا رب علمني رسوما. إن النسوة حاملات الطيب أتينا قبرك بالطيوب يا مخلص، فسمعنا ملاكا يخاطبهن لما تحسين الحياة مع الموتى، فقد قام من القبر بما أنه العذراء لقد ولدت معطي الحياة وفديت آدم من الخطيئة ومنحت حواء الفرح عوض الحزن. أما الإله والإنسان المتجسد منك فقد أرشد إلى الحياة من تهى عن الحياة. Oh.
عشنا في جوار المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا إلى الرب نطلب يا رب ارحم لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لعبدك أنيس الراقد أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد وإلى أبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين أرح يا مخلصنا عبدك هذا مع الصديقين واسكنه في ديارك كما هو مكتوب وأعرف بما أنك صالح عن ذنوبي الاختيارية وغير الاختيارية وعن كل ما ارتكبه عن جهل وعن معرفة يا محب البشر المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين أيها المسيح الإله الذي أشرق للعالم من البتول وبهذا ارتدى النور ارحمنا أيها القديسون الشهداء تشفعوا فينا المسيح إن الشهداء البواسل يبتهلون إليك على الدوام في الأخضار السماوية فأهل المؤمن الذي نقلته من الأرض لنيل الخيرات الأبدية أعرف يا رب نفس عبدك في راحتك متوسطا بين الضعف والرفعة لذلك بنفس عبدك مجد الاب والابن والروح القدس ايها المخلص لقد جعلتني في البدر الفردوس مستوطنا وفلاحا فلما تجاوزت وصيتك نفيتني منهم لذلك كل شيء باطل والحياة ظل ومنام فباطلا إذن يضطرب كل من هو من الأرض كما يقول الكتاب لأننا ولو ربحنا العالم لابد أن نسكن القبر حيث الملوك والفقراء معا لذلك أيها المسيح الإله أرح عبدك المنتقل بما أنك محب للبشر مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين والدة الإله الكاملة القداسة لا تمليني مدة حياتي ولا تكليني إلى نصرة بشرية بل أنت انصريني وارحميني ما أنت Amen.
القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. يا إخوة، لا نحب أن تجهلوا ما يختص بالراقدين لئلا تحزنوا كباقي الناس الذين لا رجاء لهم،
فإن كنا نؤمن أن يسوع قد مات ثم قام، فكذلك سيحضر الله الراقدين بيسوع معه. فنقول لكم بكلمة الرب: إنا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه عند الهتاف، عند صوت رئيس الملائكة وبوق الله، سينزل من السماء ويقوم أولاً الأموات في المسيح، ثم نحن الأحياء الباقين نقتطف جميعاً معهم في السحب لنلاقي المسيح في الجو، وهكذا نكون مع الرب دائماً. سلام لك أيها القارئ. المجد لك يا رب المجد لك. فالمصغي قال الرب للذين أتوا إليه من اليهود: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بمن أرسلني له الحياة الأبدية ولا يأتي لدينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم، إنها ستأتي ساعة وهي الآن حاضرة، يسمع فيها الأموات صوت ابن الله، والذين يسمعون يحيون، لأنه كما أن الآب له الحياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يجري الحب، لأنه ابن البشر. فلا تتعجبوا من هذا، لأنها ستأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوته، فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. لا أقدر أنا أن أعمل من نفسي شيئاً، فكما أسمع وأحكم وحكمي عادل، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني حقاً. المجد لك يا استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة، لأن مجد الرب قد أشرق عليك، افرح الآن وتهللي يا صهيون. بهذه الكلمات الفصحية نودع اليوم بكلمات الفرح والقيام أبو جورج، رمز الفرح والحضور. استغرب انه نكون بحضرة ابو جورج ونبكي، حضرة ابو جورج بضحك، ملك الافلام والنافاذ والضحك والمزح، والفرح هو صفة لازمة لمدة طويلة. عرفت ابو جورج عن قرب من سنة 1972 لما نقلنا عن الحرب، وكنت بعدني ولد وهو
مر به رجل العمل يذهب الى الصباح الباكر للعمل ما بشوفوش قبل الضوء، يرجع بعد الظهر ما بشوفوش، يروح على الدخان يروح على الحال. وكان مسؤول عنا ويعمل ليل نهار من اجل روحته. بعد ما يرجع من الشغل يبني بيته بنى لاولاده الامكانيات اللي كانت معه في فتره معينه من حياته، اعتزل كل شيء وقام ليعمل على ارضه خزر. ما عادش كم واحد فيه في هاي البلاد اللي قدر يقوم في هاي المهمه الكبيره، يترك عيله ويروح مشان يتابع رزقه اللي كان مهدد هذا الرزق بالزوال. ووقف هناك ليس فقط ليعمل بل ليبني ويطور ويقيم صدقات ويقيم كمان تقارير تلفزيونية مش بس من هاي البلاد لآخر الدنيا عن عمله وحضوره، ويستقبل من الكبير إلى الصغير بكل فرح في هذا المكان. الشهادة الكبيرة لأبو جورج صداقته مع الكل وعلاقته الطيبة بالجميع، وهذا الشيء الذي عرفناه من قريب ومن بعيد. أي واحد كان بده يفرج همه الروح داريس استطاع على الخلف نقعد ننبسط لأنه كان هو رمز الفرح. وإذا إنسان صار رمز الفرح فالقيامة هي رمز الفرح الكبير، لأنها تبشرنا بأننا سنقوم مع يسوع المسيح. اليوم سمعناك يا ابو جورج هذه الكلمات، كلمات القيامه والفرح، لتكون في فرح القيامه الذي لم يتسنى لك ولا الكثيرين هذه السنه ان يحضروا ويكونوا موجودين جراء هذا الوباء الموجود عندنا في البلاد. تعزيتي الكبيره البسمه، لا استطيع ان اذكرك الا واحنا نتسامر ونضحك ونحكي قصص من القديم ومن الجديد ونلتقي بهذا الفرح الكبير. وتعزية كبيرة أنك كنت كبير في كل علاقاتك واحترامك للصغير وللكبير. نودعك بكلمات الكنيسة، نودعك بكلمات القيامة، لأنه في هذا اليوم يوم القيامة نقول أراحك المسيح في بلدة الأحياء وفتح لك أبواب الفردوس. ونرتل المسيح قام لأنه أقامك مع جميع المؤمنين. وأذكر جيدا كتاب سوعية المطران إدل باللي جنبك، الصبح تقرأ فيها وبتختك تقرأ فيها وقبل ما تنام تقرأ فيها، تصلي صلاة الفرض مثل أبائنا وأجدادنا القدم، فأنت مخضرة بين القديم وبين الجديد. الله أعطاك 91 سنة مع الألم اللي كنت فيه، أعطاك الفرح الكبير. أي شيء فقد أعطيت وضحيت إلى آخر لحظة من حياتك. بهذه التعزية الكبيرة نقدم تعازينا للعائلة، للأولاد، للبنات، لزوجته، لأخواته وأخوته ولجميع الأقارب والأصدقاء. وكثار كانوا يحبوا يكونوا معنا اليوم، ولكن هذا الرحيل حكم في وقت صعب، إلا أنه الجميع يرافقنا بالدعاء والصلوات عن بعيد. أبو جورج مش مهم الرحيل، المهم اللي تركته، تركت فينا فرح كبير. الله يعوضك بهذا الفرح، فرح السماء والقديسين. الله يرحمه ويخليه كل جميع. المسيح قام. حمني الله بعظيم رحمتك، اطلب اليك فاستجب وارحم. يا ليسون كريا ليسون كريا ليسون، يا ليسون يا ليسون صلى الله عليه وسلم.
الذي لا يموت ملكنا وإلهنا إلى يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وطئ الموت وأبطل قوة الشيطان ووهب الحياة لعالمه، أنت يا رب أرح نفس عبدك أنيس الراح في مكان النير، في مكان النظر، في مكان راح، حيث لا وجع ولا حزن ولا تلف. وبما أنك إله صالح ومحب للبشر، اغفر له كل خطيئة فعلها بالقول وبالفعل وبالفكر، لأنه ليس من إنسان يحيا ولا يخطأ، لأنت وحدك منزع عن الخطيئة وعنك الحمد والحق، لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لعبدك أنيس الراح بدأ المسيح إلهنا. إليك نرفع المجد ولأبيك الأزل وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى أذهب الجبيرين. الذي قام بين الأموات وخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة وقدسين المجيدين الرسل الجدرين بكل مدين وأبائنا الأبرار اللابسين الله وجميع القدسين، وليرتب نفس عبدي أنيس منتقل عنا في مساكن الصديقين ويرحم في أحضان إبراهيم.